أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أهمية تفعيل الجهود المشتركة المصرية القبرصية لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية وكذا أزمة الطاقة العالمية، وذلك استنادا إلى عوامل القرب الجغرافي والروابط التاريخية بين البلدين. جاء ذلك في كلمة الوزيرة خلال ترأسها ونظيرتها القبرصية ناتاسا بيلينتسا الفعاليات منتدى الأعمال المصري القبرصي المشترك بحضور عدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين في مختلف القطاعات الإنتاجية. تجدر الإشارة إلى تدشين مصر وقبرص اللجنة العليا للتعاون الثنائي على المستوى الرئاسي خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي بحثت تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والدفاع ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري، وهو ما يعكس الاهتمام بتعزيز ودفع العلاقات لمستوى متقدم، ويؤكد الرغبة السياسية المشتركة لتفعيل وتطوير المشروعات القائمة وإطلاق مجالات جديدة للتعاون. نحتاج إلى تقديم دعم عملي للشركات التي تقدم أعمالنا المشتركة معنا، ونحن بالفعل لدينا علاقات ثنائية ممتازة بدءا من رئيسنا ومرورا بعالم الأعمال. لذا نحن كوزارة موجودة هنا لتقديم الدعم من خلال الخدمات التي نوفرها من خلال المعلومات والإرشادات، وأيضا للتأكد ولضمان من أن الشركات التي ترغب في القيام بأعمال تجارية في قبرص يمكن أن يكون لها مسار سريع وسهل من خلال خدماتنا المستمرة. كما نريد أيضا أن نرى المزيد من الشركات القبرصية تستثمر في مصر، وهي في نفس الوقت تعمل على ترسيخ الروابط مع الشركات وجمعيات الأعمال هنا ومع رجال الأعمال الذين يحضرون هذا المنتدى. ويسعدنا أيضا أن تكون لدينا مشاركة كبيرة جدا من قبرص ومصر، ونأمل أن تكون هناك مناقشات مجدية في هذا الأمر. النهاردة لقاء من اللقاءات الهامة جدا في إطار التعاون الثلاثي السياسي بين القيادة السياسية في كل من مصر وقبرص واليونان. وطبعا هذا التحالف الهام جدا سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي بيؤدي ثماره النهاردة، زي ما احنا شايفين عدد كبير من المسؤولين القبرصة، عدد كبير من الشركات القبرصية جاية مصر وبيجوا بشكل متكرر في إطار التعاون.